سئل بعض العارفين متى يستريح الفقير، فقير إلى الله، شأنه شأن محتاج إلى الله دائما، فهو مع الله دائما لا ينساه. الفقير إلى الله دائما في السير إلى الله. تلاقي الفقير لو أن الغني بتاع الدنيا، فقير الدنيا وغني الدنيا، بيعطيه شيء كده كل يوم، قم تلاقيه لازق له كل يوم، واخد بالك؟ بيشحت، ده بيشحت من ربنا، ده واقف على باب الله، ولما بيشحت من ربنا ولقى النعمة مش راضي يمشي، واقف على طول. سئل بعض العارفين متى يستريح الفقير من الوقفة دي، فقال إذا لم يرى وقتا غير الوقت الذي هو فيه. يستريح إمتى؟ لما يتلذذ بفعل الله فيه، يبقى مرتاح ومبسوط. ولو قلت له امشي يقول لك لا امشي ازاي،